تحديث الماسنجر الجديد زي ما احنا شايفين باللون ده. هنشوف ايه المميزات اللي طرقت على الماسنجر الجديد. عندنا هنا عندك رسمة الام اللي فوق، تضغط عليها. طبعا ده لو انت عايز تعمل انشاء جروب، او بتضغط هنا بتلاقي هنا السيكريت مسج. تمام، هنا قفلنا الجروب، هنا تعمل سيكريت مسج، بترجع تاني. عندك هنا زر الكاميرا بيفتح الكاميرا، وبتقدر كمان ترفع من عليه الستوري. هنا الشات اللي هو المحادثات بتاعتك انت واصدقائك. هنا الناس الموجودين عندك في الاكتف اللي هما نشطين حالا، تقدر تعمل معاهم، تعمل كريت روم. هنا بتجمع اكتر من واحد عندك في الغرفة بتاعتك علشان تقدروا تتواصلوا مع بعض. لكن في ميزة جميلة قوي، بس بتتواصل عن طريق تسجل صوت او تصور فيديو، يعني تكلموا مع بعض صوت او فيديو. هترجع تاني للشات وبضغط هنا فوق عند الصورة بتاعتي، فوق هنا على الصورة. في عندك هنا خاصية الدارك مود، طبعا الخاصية ديت للناس اللي بيحبوا اللون الأسود في الفون. مسج ريكوست اللي هو الرسائل المعلقة، لو انت عايز تخش مثلا تشوف حد كان بعت لك رسالة قبل كده. هنا الصفحات الموجودة عندك، هنا الحالة بتاعتك عايزها في الأكتيف ولا لأ. هنا اليوزر نيم لو انت عايز تغير اليوزر نيم بتاعك. هنا سياسة الخصوصية لو انت عايز مثلا تغير حاجة في الاكونت بتاعك، سواء كنت تخش على سيكريت كونفرزيشن اللي هو المحادثة السرية. تقدر المحادثة السرية ديت تبعت الرسالة ولمدة 5 ثواني تتمسح بين الطرفين، ده للناس اللي عايزة تمسح الرسائل بين الطرفين. برضو البلوك اكونت اللي هو عندك في البلوكات، الناس اللي عندك في البلوكات، الناس اللي عملوا ميوت، الستوريهات اللي عند الناس اللي عندك. ترجع تاني هنا بتضيف النوتيفيكيشن بتاعك عادي بروسيفو، ده حاجه ترجع لك امتى. الداتا سيفر اللي هو حفظ البيانات او بيانات الهاتف، يعني عشان الباقه بتاعتك مثلا ما تخلص يقدر يوفرها لك. في الهستوري هنا بترفع الهستوري بتاعك، تقدر تتحكم في اعداداته. الاس اي الاس ام اس اللي هي الرسائل اللي بتجيلك عن طريق التليفون الخاصه بالتليفون نفسه. فون كونتاكت ده حاجة مهمة جدا عشان الناس اللي هي بتتحذف عندها الأسماء ومتعرفش ترجعها تاني، تقدر تضغط على فون كونتاكتس هنا وبتعمل دي اون تيرن اون، علشان على طول لما يجي الأسماء عندك تتحذف ولا حاجة تقدر تسترجعها من تاني عن طريق الماسنجر. هنا الشاد هيد اللي هو الشعر اللي بيجي لك عن زي الدايره كده، بتلاقيه موجود ومحط لك عندك على التليفون، تقدر تفعله. لازم سويتش تو اكونت لو انت عندك اكتر من اكونت عاوز تحول من الاكونت لاكونت تاني. هنا الابلاغات عن في نظام مثلا او في خطا عندك في التطبيق، بس التطبيق طبعا انا مش شايف فيه اي اخطاء خالص. في اي مميزات تانية؟ هو كده التطبيق بتاعنا. لكن حاول تتلخبطش بين الانستجرام والماسنجر. ان شاء الله في التحديث الجديد هينزل اللي هو الانستجرام ماسنجر، اللي تقدر تربط الانستجرام بالماسنجر علشان الرسائل بتجيلك هنا تظهر لك على الماسنجر على طول. لو عجب الفيديو ما تنساش تضغط على زر الاشتراك في القناة وتفعل زر الجرس، واشوفكم الحلقة الجاية. السلام عليكم.